أم سليم، أهلا وسهلا. سامعيني؟ ألو، أيوة حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عايزة أكلم الشيخ. معاكي اتفضلي يا فندم. ألو، اتفضلي يا فندم، تحت أمرك. ألو الشيخ أحمد، إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي، أنا سامعك. بص، معايا أبو جوزي كبير في السن. إيه؟ معايا أبو جوزي. حماها. حماكي؟ ماله؟ كبير في السن. كويس. فبيحلف بالطلاق مثلا على أكل وبعدين بياكل، بيحلف على الطلاق على حاجة وبعدين بيعملها تاني. أنت حماتك عايشة يعني؟ أيوة حماتي عايشة. وهو عنده كام سنة؟ عنده 80 سنة. 80 سنة؟ بيحلف على حاجة و بيحلف بالطلاق. انه مش هياكل ويروح واكل، يحلف بالطلاق انه مش رايح يقوم رايح. ماشي، فكده حرام اتجعلت معاه، هو بيفتح كده او يعمل كفاره او حاجه. لا تقعد معاه وما تقلقيش انت، بس ماشي حبيبتي، تقعد معاه وانتوا راعوه بس كده ان شاء الله، وحاولوا تشوفوا ايه اللي بيزعله وتقولوا له ما تحلفش بالطلاق على الطلاق ما انا واكل. طيب ماشي، وبعدين ياكل يعني هيموت من الجوع؟ فيعني راجل 80 سنه، فحاولوا بقدر الامكان اللي انتوا تراعوه. احنا نسال بقى، احنا نراعيه ولا ما نراعهوش؟ خلاص، هي حرام ان هي تقعد؟ لا مش حرام ان هي تقعد معاه، وان كان الحلف ده هو يمين فالاصل ان هو بيكفر يعني. لكن لو هو الراجل لا يدري وهو بيقول الكلام ده 80 سنه وعقله مش معاه ولا بتاع، خلاص يبقى يعني رفع التكليف عنه. تعرف عندنا في المذهب المالكي بيقولوا ان الراجل لو عدى ال 80 هو ضيف على ربه. هو راي ضعيف عشان بس الناس، راي يعني ضيف على ربه سبحانه وتعالى. ربنا يحفظه يا رب.